وقوله في تتمة الحديث إياكم والظن، فإن الظن أكثر الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، أو ولا تجسسوا ولا تحسسوا، طبعا كلاهما بتشديد السين وفيهما معا حذف التاءين، يعني أصلا لا تتجسسوا تخفيفا لا تجسسوا، لا تتحسسوا تخفيفا لا تحسسوا، فأصلها بتاءين. طيب ما معنى التحسس والتجسس؟ ذهب الخطابي بن عبد البر إلى أنهما بمعنى واحد، وأنه جمع بينهما على سبيل التوكيد ليؤكد لا تجسسوا ولا تحسسوا والمعنى واحد. في الموضعين معناه كما قال الخطابي: لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوا أخبارهم. ومنه قول الله تعالى: يا بني اذهب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. قال ابن عبد البر عن معنى لا تحسسوا ولا تجسسوا: نهي عن البحث والتطلب لمعايب الناس ومساوئهم إذا غابت واستريبت. وأصل هذه اللفظة في اللغة من قولك: حس الثوب إذا أدركه باللمس، تحسسه لمسه أدركه بحسه. وذهب آخرون إلى أن هنالك فرقا بين التجسس والتحسس، كما قال أبو العباس القرطبي، وقال إن ذلك أشهر. لكن ما هو الفرق؟ هنالك آراء في موضوع ما هو الفرق. فقال بعضهم: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم، وبالجيم البحث عن عوراتهم، لا تجسسوا. وقيل: لا تجسسوا لا تفتشوا عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر، والجاسوس صاحب سر الشر، ولا تحسسوا البحث عما يدرك بالعين أو الأذن بالحس. فلا تحسسوا أخف من لا تجسسوا بناء على ذلك، لأن لا تحسسوا ما يدرك بالأذن والعين، يعني أنت بس تحتاج إلى ملاحظة بس، لكن لا تجسسوا فيها تنقيب واستكشاف ودخول في بواطن الأمور ومن تحت، هذا بالجيم. طيب قال بعضهم: لا تحسسوا في الخير، يعني قال بعضهم: التحسس في الخير والتجسس في الشر. لكن سيشكل عليه النهي. طيب ولو قلنا التحسس، يعني قد يكون الراجح والله أعلم أن التحسس هو ما يدرك بالحس من الأذن والعين، وهذه في الأشياء الظاهرة، يعني ليست تنقيبا. وأما التجسس ففي استراق واختفاء تخفي، وفيه تدسس لمعرفة البواطن وتنقيب استكشافات. لا تجسس. فهذا المعنى غالبا ما يكون في الشر، لكن قد يكون في الخير، مثل الجاسوس المسلم يذهب للتنقيب واستكشاف واستطلاع والاستراق، استراق السمع والنظر إلى عورات العدو لمعرفة وين الخلل في الجيش، إيش المعلومات، وهكذا. طيب إذا قلت لا تحسسوا ما يدرك بالأشياء الظاهرة والعين والأذن، والتجسس في تنقيب والبواطن، فكلاهما يستعمل في الشر، قد يستعمل في الشر، وكلاهما قد يستعمل في الخير،
مثل جاسوس المسلم. طيب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. تحسسوا يعني التقطوا الأخبار، يعني حاولوا أن تأتوني بخبر تسمعونه أو ترونه. اذهبوا تحسسوا، استطلعوا الأمر لي مما يرى ويسمع. وبما أنه أرسلهم للبحث عن ابنه المفقود فإن هذا ليس مذموما، هذا التحسس للأخبار ومعرفة أين يوسف من يوسف وأخيه، تحسسوا. طيب إذن هذا الفرق بين التحسس والتجسس، وهنالك علاقة بين إياكم والظن وبين ولا تحسسوا ولا تجسسوا، لأنه إذا أساء الظن سيذهب ويفتش وينقب ويتجسس ويتدخل في الخصوصيات ويسترق السمع ويستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون ودون علمهم، ويصبح نماما وقتاتا، القتات الذي يسترق السمع وينقل، فهذا سوء الظن سيقود إلى آثام أخرى، ولذلك نهى عنه. طيب ما علاقة إذن الظن بالتجسس والتحسس؟ أن هذه أولها، إذا أسأت الظن ستتبعها المرحلة التالية وهي قضية التحسس والتجسس. ليش؟ لأن النفس تتطلع إلى إثبات سوء الظن. نتكلم الآن عن قضية ما فيها قرائن شر ولا فيها بينات وأدلة، يعني الإنسان ما هو المسلم ما هو مغفل، يرى والله نساء يدخلون في الليل وبخفية ويطلعون من مكان ويتسربون وأشكالهم مريبة وما هم من أهل العمارة هذه ولا من أهل المكان هذا، وبخفية وفي ساعات متأخرة، وبعدين يقول لا ما عنا ما نبغى نسيء الظن بالمسلم. لا ليست يعني الآن نتكلم عن وضع طبيعي، ما عندك شيء مريب، ما عندك قرائن، ما عندك بينات في الشر، فتروح كذا ابتداء تسيء الظن ابتداء؟ لا، وإياك أن تسيء الظن، لأنك ستمضي المرحلة بعدها وتسعى في التحسس والتجسس والاستطلاع والتنقيب والبحث والاستراق، وحتى محاولة لإثبات سوء الظن. فإذا كما قال القرطبي رحمه الله، الظن في هذا الحديث هو التهمة، وهو التحذير، محل التحذير والنهي، إنما هو تهمة لا سبب لها بوجه، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر شخصا لا يظهر عليه ما يقتضي ذلك. يعني والله لو أنك رأيته يتمايل يمينا وشمالا وما يتوازن في المشي وما يتوازن في الكلام، يعني لو رأيت هذا، هذه أدلة على السكر أو مخدرات، مثلا واحد متعاطي حشيش هيروين ممكن يضحك فجأة كذا بدون سبب، ممكن يعني في علامات احمرار العينين، يعني في أشياء قرائن، يعني إذا رأيتها، يعني واحد يترنح يميل يمينا وشمالا ويتمايل ويكاد يسقط ويتلعث وكلام ما هو متوازن، واسأله أسئلة في الشرق يجاوبك في الغرب، طيب هذه يعني ولو شممت فمه تنبعث، بل تشم منه إذا اقتربت رائحة كريهة، يعني هذه حالة أخرى، واحد ظهر منه هذا، يعني يمشي مترنحا في الشارع وكلام غير متوازن تنبعث منه رائحة كريهة، إيش هذا؟ يعني الإنسان ما هو مغفل أيضا. فإذا نحن نتكلم عن وضع طبيعي، ما في قرائن شر ولا أدلة شر ولا بينات منكر، ما في. فيقول لك إياك والظن وسوء الظن في هذه الحالة،
وقد يقع خاطر التهمة ابتداء كما يقول القرطبي، فيريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويتسمع ليحقق ما وقع له من تلك التهمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طبعا يؤيد هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إثم. طيب والبعض الآخر؟ إيه، في عليه قرائن، أدلة، خلاص، أشياء أخرى تصدق وتثبت وتدل على وترجح وتبرر. والغالب على من غلب عليه سوء الظن أن ذلك سيدعوه للتجسس والبحث والتسمع، ولذلك نهينا عن هذا وراء هذا. يعني إياكم الظن، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ليش؟ لأنه بينهما تلازما. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من مساوئ الأخلاق، وكل ما كان داعيا الوقوع فيما يفسد العلاقات بين المسلمين. ولا شك أن سوء الظن مما يسبب سوء العلاقة، وكم وقعت من سيئات بين المسلم وأخيه المسلم والزوج والزوجة والموظف وزميله بسبب هذا الخلق المشين، سوء الظن. لقد وردت نصوص شرعية متعددة في هذا الأمر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وهذا كما قال ابن عباس رحمه الله في تفسيره: نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شرا، كالظن الخالي. يعني مثال إيش مثاله؟ ما هو المثال على الظن المحذر منه في الآية؟ الظن الخالي من القرائن، العاري عن الحقيقة، ما في اقتران بأقوال وأفعال محرمة. فهذا يكون سوء ظن يؤدي إلى التباغض بين المسلمين والعداوة. طيب، إن بعض الظن إثم، ولم يقل كل الظن، لماذا؟ الجواب: لأن الظن قسم إلى قسمين: ظن خير أو ظن مباح. وهذا مطلوب من المسلم يا أخي المسلم، فلو رأيت واحدا خارجا من بيته في الغلس فتقول: ما شاء الله ذاهب للمسجد، في نفسك هذا حسن ظن، ظن طيب، مثل هذا لا ينهى عنه. مبكر لصلاة الجمعة، رايح الساعة 10 الصباح، طبعا صار عندنا الآن 10 الصباح تبكير، عند السلف يضحكوا علينا بعد الإشراق مباشرة. قضية فهذا يعني يظن بجاره خيرا، وفرق واحد شوف الساعة 10 طالع الصباح يقول: إيه رايح عند وحدة، ليش طالع بهالوقت؟ فإذا سوء الظن بالمسلم شيء وحسن الظن به شيء آخر. فلما قال إن كثير إن بعض الظن إثم، يعني بعضه الآخر ليس بإثم، كالظن الخير والظن المباح. يعني قال: والله أظنه الآن يمكن عنده دوام إضافي، يمكن طالع العمل في طوارئ، رايح البقالة، يعني شيء مباح. وأما ظن السوء فهو المحرم إذا كان بمسلم ظاهر العدالة. إذن ما هو ضابط الظن المحرم؟ أن تظن بمسلم ظاهره العدالة أمر سوء بلا قرينة ولا بينة ولا دليل، هذا هو الظن المحرم. تظن سوءا بمسلم ظاهره العدالة
وما عندك أي بينة ولا قرينة ولا دليل.